سلام، الزوجة وانا كنا مثل مرحبا بكم في قناتي كل يوم طبخة مع مريم. عواشركم مباركة ورمضانكم مبارك، وان شاء الله نصوموه بصحة ولهنا. والفيديو تاع اليوم هو عبارة عن أرفيس القسنطيني، ويجينا صحي مليح السهرات تاع رمضان او السحور، نسحروا به يعني ويشد لنا طول لا جورني. تابعوا معايا الفيديو ونشوفوا طريقه التحضير ارفيس القسنطيني. هنا عندي كميه تاع سميد المويان تاع الباكي كما راكم تشوفوا، كي تقيس الرطل وشويه، هنا درت له قيس 3 مغارف تاع زيت، شويه ملح، انا بديت نبسس فيه وراني نطم العجين تاعنا بالماء، ولا حبيتو طموه بالحليب يجي تاني بنين. فوالا كما راكو تشوفو، نطمو برك ما نعجنو ما ندلكو، نطمو برك العجين تاعنا بهذه الطريقة حتى نتحصلو على اون بول. نخلوه دو كوتي يريح، نشعلو الكوشة تاعنا تسخن، نشعلوها ا 200 دوغري نورمال، وشنو لازم نعسوه وندهنو لو بلا تاعنا كيما راكو تشوفو بالزيت. كيما لاحظتو بلي ما درناش لو غرا داخل العجين تاعنا، ما كاش بزاف لو غرا ابار لي 3 كويير ا سوب تاع الزيت. ونسقمو القرصة تاعنا، نقرصوه كيما رانا نشوفو افيك لا بوم دو لا مان بيان ايطالي، ما نديروهاش خشينه وما نديروهاش رقيقه باش تجينا سهله كي ندرسو. كيما تحبوا بالمهرز تحبوا بالغبوط، دوك نوريلكم الطريقه، طريقه تاع زمان وتاع دوكا، يعني باش حتى وحده ما تعجز في التحضير تاعها وتجي بنينه وتجي صحيه. كيما قلت لكم تشد بور توت لا جورني، مع السحور واحد يضرب 4 مغارف الصباح السحور، شويه حليب يعني بصحتنا. كيما رانا نشوفو اون فوا قرصتها نقطعها ومغصو نديرها في الكوشه في الوسطاني في ليطاج الوسطاني. هنا درنا المرحله الثانيه، جبت حبيبه تاع التمر نقيتهم، نحيت لهم العظم بيان سور ابري لي شللتو دو بريفيرونس. اون فوا كملنا نقيناه كامل، نقطعو بيتي مورسو يجو صغار، ما ننساوش من بعد نفوروه ولا نجوزوه في الميكرووند بوندون ميم با 10 سكوند غير يطرى، باش من بعد نحطوه مع الرفيس تاعنا. كيما رانا نشوفو دوك نقطعو. وتاني تحبيبة تاع قلنا تاع لي برونو، العينة اليابسة هاديك، قيس 4 حبات ولا 5، نقطعوهم تاني مرصوات صغار كيما هاد التمر هدايا، ولا نرحوه ديراكتومون في الغوبو. انا كان عندها يما ديجا مرحي هي رحاتو. وهنا ولينا هذيك القرصه تاع الكسره تما طابت بيان كيما رانا نشوفو، تحمرت في الدوري. وانا جيت نوريكم الطريقه الاولى بالمهرز دو بريفيرونس كيما راه سخون، باسكو كي يبرد يجي شويه واعر. وهنا وريت لكم الطريقه الثانيه للمبتدئات ولا للعاملات او اللي تربي كيما اللي ما عندهاش الوقت اون جينيرال، ديروه في الغوبو ديريكتومون ونرحوه، ما تحتاجيش تصيري ولا تسيباري ولا، ارحي ديريكتومون فوالا بهذه الطريقه ونرحوه على هذا المستوى تما ما يجيش طخو فان ما يجيش طخو كرو. هكذا هنا جبت كاس حليب، هنا نبداو نستعملو كاس حليب بركات
وضفت هذاك عمرتو قصة الكاس تاعنا المعروف تاع 240 مليليتر غير ربع، كملتو بالماء الزهر وراني نرش فيه وميم طون نفتلو باش يتشرب كامل هذاك الحليب. وهذا الحليب هدايا دو بريفيرونس باش يكون في علمكم هو حليب البقرة بيور. هكذا نرش بشوية، نقدر نقولوا أن هذا الرفيس هذا صحي 100%. هكذا وتقدروا ديروه بالحليب نورمال يعني، يا ماشي اوبليغاتوار ولا ما كاش كاع الماء كيما درت. فوالا كملت الكاس كومبلي ونكمل نفتلو باش يتشرب كامل هذاك الحليب ونرجعو يفور. كون درت الماء في القدره يغلى، اون فوا غلى الماء نفرغو لاقيس بوشون هذاك تاع المزار في الماء تانيت. هذه هي طريقتي، وان شاء الله اللي يكونوا لي سبيسياليست تاع هذا الطبق هذا يعلقوا لي في التعليق كاش ما نسيت ولا كاش ما غلطت فيه ولا. فوالا ندهن الكسكاس تاعي دو بريفيرونس ندهنو بالزبده ولا بالمارغارين. فوالا نعمروه بيان سور ونديرو ايفور ونقفلو ونشوفو الكسكاس تاعنا اسكو ما يخرج البخار ولا يخرج. نقفلوه بالقفال تاعو ونرجع الغطاء من الفوق باش يفور بالخف. فوالا هنا الطفيره الاولى كيما رانا نشوفو. فوالا دوك هنا نبدا ثاني نبلو بالماء دو بريفيرونس الماء. انا جي بريفيري الماء بصح اللي لا حبيتو اللي يحب يجربو يديرو بالحليب يديرو بالحليب، يكملو بالحليب ثاني يجي مليح. فوالا ويخرج الطري ولبس عليه هكذا. نشربو ثاني نمشيه نفتلوه وفات اتونسيون باسكو هنا سخون، ديرو بلا سباتول ولا بلا ماغيز. فوالا اون فوا برد شوية راني نواسي بيدي باش نحسلو بلي رطب ولا مازال شوية. انا بيان سيغ مازال شوية، دو بريفيرونس نشمخوه توجور بشوية. هكذا نرجعو يفور اون دوزيام فوا حتى نصيبو حتى نحسلو بلي رطب. اشاك فوا شاك تفويره ندوقو منو شاك فويره ندوقو منو شويه. فوالا لقيتو شويه بلي مازال راني زدت بللتو. فوالا فوالا دوك نرجعو يفور انا تما لا دوزيام تفويره. دوك نشوفو هنا في لا دوزيام تفويره نديرولو مغرف تاع السكر، مغرف تاع السكر، مغرف اكل تاع السكر. فوالا نزيدو نبلوه ثانيت هكذا. وهذيك الكميه تاع السميد تشوفوا تمدلنا كميه يعني وفيره يعني مليحه، تشد لنا قيس بالك لا سومان سا ديبون العائله، الا تكون عائله كبيره ولا صغيره ولا يحبوه ياكلوه كامل ولا لا. لا كاين حتى لوين كان جوغ. فوالا في الجدار ما يصرالو والو. انا ضفت له تاع مغرف اكل تاع السكر وراني نخلط فيه وميم طون نزيد نبلل ونشوف الا شرب ولا ما شربش ولا رطب ولا لا. لا هكذا نفتلو برك بلا ما نعجنوه كما نشوفو راه مزربع على حبه ما جا معجن ما والو. فوالا دوك نزيدو له تفويره الاخرى. فينالمون هنا اللي درت مغرف اكل تاع السكر شي مقبل تما حتى كي قريب كي شربتو كامل
نسيت. فوالا نزيد نخلطو مليح، زدتلو شويه ماء هكذا نخلطو كامل. يجينا باش كي يكمل الطفيره الاخرى يجينا شغل معسل من عند ربي. فوالا هكذا انا نكون وجدنا هذوك لي فخويساك هذوك. كما ذكرت لكم شويه تمر، شويه لي برينو البرقوق هذاك، و شويه تاع الجوز مرحي ومخلط مع الاكاجو وشويه لوز. قيس زوج مغارف اكل، هذو كامل مخلطين مرحيين. هنا درت مغرف تاع الزبده تانيت دو بريفيرونس الا كانت موجوده الزبده حره تجي هايله وبنين مع العسل الحر. هنا نرجع له الطفيره الاخرى هلا عمر الكسكس تاعي. باش تشوفوا لا ديفيرونس كيفاش كان وشحال ولا. هاملك لي فخويسك تاعي هنا الخليط اللي قلت لكم بين الجوز اللوز والاكاجو، هذا التمر اللي قطعناه مورسو، وهذوك لي برينو اللي قلت لكم كان عند ما يما ورحاتو. وهنايا الطفيره الاخرى اللي قلت لكم عليها. دوك هنا نخلط له هذوك لي فخويسك هكذا. فوالا ندهنو دابور بالخليط تاع الزبده الحره وشويه عسل الحر هكذا، نسقيه بشويه ما لازمش، من بعد نخلوه اللي يحب يزيد يسقيه يدير له. هنا نتوما تتحكموا بالحلاوه تاع الفستانه، كل واحد يديرو على حساب الذوق ديالو. كاين اللي يحبوا حلو بزياده، كاين اللي يحبوا نورمال، كاين اللي يحبوا غير بلي فخوي هذوك. هذاك هو فوالا، هذه هي الطريقه تاعي البسيطه والسهله، ويعني في متناول الجميع. كيما هذوك لي فخوي ساكن نقدروا نشرو غير بشويه قيس 10000، نخدمو رفيس ما شاء الله. هنا يما جات الدوقو صحتها. فوالا دوك انا نشكلو كيما تحبو، قدروا نفرغو في دي بواط، نقسموه في دي بواط مويان على حسب واش تاكلو في لا جورني ولا في السحور. ومن بعد كل نهار نجبدو وحده ونخلطوا لها الاخرين هاد لي فخويساك هادو كيما انا هنا نشوف. وتفكرت بلي لازم نخبي الاخر، دو بريفيرونس نخبوهم بلا ما تخلطوه باش ما يخسر لناش، نحطوه غير في الفريجيدار. كيما راكو تشوفوا انا راني نخبي شويه والاخر نخليه لهم باش ياكلوه لي جور افانيغ. انا جيت نخبي نكمل نخبي ومن بعد عاودت قلت بالك ما يكفيهمش باسكو كنا نومبرو. فوالا بالك ما يكفيناش. فوالا دوك هذا نكمل نخلط له هذوك الاخرين لي فخويساك هذوك. انا فت خلطت له الجوز واللوز هذاك والاكاجو، وانا جيت لهذاك لي برينو والتمر ندوبو نكمل ندوبو بيان بين يديا مع هذاك رفيس بلا عقل باسكو نعرفو بلي ديجا سخون رفيس تاعنا، والاخر طري كي لي برينو كي التمر. انا من بعد لي ذبتو كامل خلطتو كامل في رفيس تاعنا، ودائما راكو تلاحظو يجي مزربع يعني ما شاء الله. شوفو اون ديغي طعام يتشبه هذاك الجوغ تاع السفه.
فوالا كيما راكو تشوفو. وفي المناسبات يديروه ثاني، كاين يديروه في المناسبات واحد اخرين ويشبحوه يزوقوه كيما على حسب الذوق تاع كل واحده. هكذا دوك ندير لكم طريقتي البسيطه والسهله، ان شاء الله تكونوا عجبتكم هذا الفيديو واستفدت يعني فيها افاده، وان شاء الله تكونوا ثاني تعلمتوا قد ما تعلمت انايا من هاد لي بلا هادو لي تراديسيونيل الجيريان. وما تنساونيش البنات بلي جيم لي كومونتير شابين لي كيما نتوما بيان سور لي زونكوراجمون. هيا بصحتكم وصحه رمضانكم.